بمناسبة قدوم العام الهجري الجديد، نظمت منظمة النهضة الإسلامية التشادية احتفالا بقرية أنكونجي الواقعة بمركز إداري أنجمينا فارا بإقليم حجر لميس وسط حضور كبير من أهالي القرية والمدعوين. تقرير تيجاني حسين رماد وقراءة محمد حسن آدم. اهتماما وفرحة بحلول العام الهجري الجديد 1439، فقد نظمت منظمة النهضة الإسلامية التشادية احتفالا بهذا التاريخ المجيد الذي يبدأ من هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى مدينة المنورة. وبهذه الاحتفالية فقد تداخل عدد من الحاضرين بكلمات عبروا فيها عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهمية التاريخ الهجري الإسلامي، متمنين من المولى عز وجل بأن يجعله عام رحمة وسعادة وتقدم وازدهار. رئيس منظمة النهضة الإسلامية التشادية الشيخ أحمد عيسى حسين العلوي تحدث عن مدى أهمية التعرف على التاريخ الإسلامي. هنيئا لنا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هنيئا لنا بحلول ذكرى بحلول هذا العام الجديد، العام الجديد من هجرة سيدنا رسول الله. هذا العام تجددت معه النفحات والعطايا الربانية، تجدد هذا العام، ورجاؤنا في الله تبارك وتعالى أن تتجدد أحوالنا وتتحسن إلى الأحسن. أما الكلمة الختامية فكانت لمسؤول مركز إداري أنجمينا فارا إبراهيم كورولو موسى، فقد لمها الحاضرين عن دور العلماء في نشر الدين الإسلامي الحنيف. على ناس علم الإسلام اللي بيحبوا الدين ده كتير كجايجو، عشان ده كان كل سنة كان جاي تلمو زي ده، تقدر تحبوا نفسنا بناتنا واللي يحبوا الماء يعرف الدرب ويام في أقصى كله في برا. طبعا في ناس الإسلام كل ما نقول ماشين واي في وايدين ماشين بأقصى شيك وايد ماشي بالله حصل كلمة. واختتم الحفل بتقديم أناشيد ومدائح نبوية شريفة إلى جانب سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.